بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا إن شاء الله موضوع عن ما أنت وحكت المامي دون وحا ونغن دون موضوع كسابسا إن الإسحاسوسينه إن معاذ إسلامك أوليه هاي وإلهي سبحانه وتعالى وحاو إن قوقل لذي استي دين آدي آد وعجيب أه وإلهي سبحانه وتعالى ونو محمد عليه الصلاة والسلام نوسو ديبي نمعوين كالدين تا أي وضطه يا السماء حد هذا يا دين تا سيدي ربي سبحانه وتعالى إن قفض ديي موضوع كساب سن أيام كهل دونا ما أنت هدي إلهي دمو إلهي سبحانه وتعالى وحق النظري دينتي وقيمها بالنيد ديمه رب سبحانه وتعالى وأنبياء أسر ديبي رب سبحانه وتعالى وكسو خلاصي وكسو وضكوبي إلهي سبحانه وتعالى وحق النظري دينتي كاملة سي أديان تودن شملين إيسي أيو النبي محمد نوسو ديبي صلوات الله وسلام عليه. ولذلك ربي سبحانه وتعالى قرآن كتل مامي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ساسولي يا رب سبحانه وتعالى وحن إذين كشرعييني أو إذين شرعييني دين كحقيسة ما وصى به نوحا دين تير نبي نوح وبعد آدم أها وحو أدر دامي رب سبحانه وتعالى أيو رب سبحانه وتعالى أنه غشرعييني يوحي ربي سبحانه وتعالى أوحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتي النبي إبراهيم يا موسى يا عيسى أدارمي ربي سبحانه وتعالى وأولو العزم أي هلك الغشاغي وحي ربي أدارمي وامحي دمان أنبياء داسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلهي سبحانه وتعالى وحي أوفري أنبياء ائتلاف يا اجتماع وحونا كرمي ربي سبحانه وتعالى وحل اختلاف يتفرق إلهي سبحانه وتعالى دين تاسو إنو دوري دين تاسو دين تي أنبياء أهيد أيو ربي سبحانه وتعالى إنو دوري ربي آيات آخر كده وحكوش يغي كبر على المشركين ما تدعوهم إليه مشركين توحر دبي يشق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد وحد غي يريسد أو التوحيد يعني الله كحرمان أيام مشركين تدبي بولي ربي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أنا إساقا أدورة دين تيساقفك أودونا ربي سبحانه وتعالى إساقا ربي سبحانه وتعالى هنونك وافجية إلهي سبحانه وتعالى إساقا أيا ربي سبحانه وتعالى كان لمي إحاقا كان لحضي ربي سبحانه وتعالى إساقا أيا يعنيها ضريقاس وقاضي حق وقرم مري ربي سبحانه وتعالى إساق أيها يعانها عضينا يوي سيدة درتات دين تاسا ربي سبحانه وتعالى الدين إنو غديه وحن نوصو ديبي خير الرسل رسول شميتك هو خير بنا ونو محمد عليه الصلاة والسلام أيها ربي دين تاسو ديبي سبحانه وتعالى وأفضل المرسلين مرسلين تي لصدر كان وفض لبضوي وانا كي انبياء النبي يدرن بلغو ختمي اسغا ربي سبحانه وتعالى نو صدري نمعدو دني ربي سبحانه وتعالى سبب كيس اي دوشه تام او نوقتي الهي سبحانه وتعالى ظلمات كجهلغا اي غالنمد يا شركغا اسغو ربي سبحانه وتعالى امد او غفيدي ولذلك اي ربي ليه انه غلط شيغنيا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم إلهي سبحانه وتعالى وحقوق الله الشيخان يا مؤمنين وقت أودري رب سبحانه وتعالى رسول من أنفسهم
أي من جنسهم جنس هذا كأهذي ما أجد رسول يجا حق هذا كأهذي يعنيها سو رب سبحانه وتعالى أمة كنسيه إن يدت كاسي رسول كاسي يعنيها الله مخاطب ودان الله الله أو أي سؤال ويديان أو أي لفظ ديستان أو أي رسول كاكو انتفاعان وأفضل النعمة وي رسول يعني جنس قدام رب سبحانه وتعالى أي النصادر رسول كاسو يتلو عليهم آياته أو قرآن كي قرآن كي بقدر أخرين يا رب سبحانه وتعالى ويزكيهم وأطهر يا يو يأمرهم بالحفرية بالأمر بالمعروف وينهاهم عن منكر كي بكريبية ما أجده رسول يعني وناقين فرية حمان تينا كريبية محسد أوي إليا ليسكو أنفسهم سأي النفط يعني أطهريو وتطهر من الدنس والخبائث سي يعني موقال كود قدها إيا كورا ظاهر كما أطهر النقضه أي سيدة رب سبحانه وتعالى رسول كان نغو صوتر ما أجده ويعلمهم الكتاب والحكمة رسول القرآن كي هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام نبري ورب سبحانه وتعالى نصوتر وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين إن كستودتكو أنت رسولك على الله صادر أي كتشرين بعضي يعني في غم يعني وجهل يعني الظاهر كتشرين جلي بين لكل أحد قف كسر عدد تذكر سيدي كتشرين يردبتي كسرناين انت النبي الله صادرين صلوات الله وسلم عليه دين تاوي مركب العليال دين تا ربي سبحانه وتعالى نقردر دارمي انا انقب صنه ودين تا النبي محمد عليه الصلاة والسلام انا اغيغضينا ربي سبحانه وتعالى نقردر دارمي ربي واتولها في سورة العام وان هذا سوي يا ربي ليهي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ساسو ليه يعني ربي سبحانه وتعالى يعني رسولك علينا لغد ايضه والدين تال لغد انتو الله يستسوى ربي دردان مايو وأن هذا كنوى صراط جدك يجيه يعني مستقيما توصا فاتبعوه راع في وجه ده يعني وال كلمة الله قد يجي دين تي ربي صراطك ربي سبحانه وتعالى هل مدبار الله قد يجي لأن حق واحد حق وامد كليه وي ولا تتبع الصبر صبشك لتروال جمعيي أو حي لتشعبهم وتفرقهم يعني كالتكناسنا شها عريس كيالة يعني أرادك لدوان أيال البديي دينتي يعني رسولك طريقي سير مدبال لغدك أما دينتي ربي سبحانه وتعالى مدبال لغدك موجدة يعني ولا تتبع الصبر فتفرق يعني بكم عن سبيله كل كاد يعني دريق حق أتكلم حتان أو أطرق ذا الرعلان هذا مركا واحد كبر ما يسمونه رب سبحانه وجدك سبات كبر ما يسمون ها ولكن مركا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كنا رب سبحانه وتعالى إذين در دار ميا ها كاسو رب إذين در دار ميا يعني إنا أتقب سطان ويمعنى أو أتكدكتان هذه أرن كاسم يسمون لعلكم تتقون ربي وحولي وعبسي إن هذا عبستانه ربي سبحانه وتعالى أمرتي سأتقم تانه نوائدي سأتكفق تانه يعني التقوى دي يعني أدل هاني سامولي ربي سبحانه وتعالى ولا ليال أمامنا طريق السعادة هرت يدو هذا طريق السعادة طريق قوشة هذه وأيام مفتوحة يدا فلماذا لا نسلكه محال الرائي وإني مركة طريق السعادة محال لقى ظلانا هي ولا ليال أمامنا ولا ليال وحا هذي طريق الرقى والفلاح طريقي يعني هددك أي كوكريين أو يعني ملفي عن أي كؤاليين يا طريقي يعني قوشة أي يعني واضح هذي هرتين ليال ها فلماذا نعدين عنه لماذا نغلي حنينه أو نتركه ونغتقينا أو نسلك طريق التأخر والشقاوة أو طريق يعني دبدعة هي الشقاوة هي يعني طريق الخسران محارو قاضينا إله بعد كل دار شيء أرأيتم ميات كؤركتين دين تإسلام أن دينكم قصر في إرشادكم إلى سبيل الفلاح دين تينو إني إني كقابس إني إذي كهنو نسى طريق فلاحة مياه الأركتين أمرك
فعدلتم عنه أتكل لحتين ها مركان أركتين إن كهنونين ويدي طريقة فلاحة هي طريقة قوشة كل كا أتكل لحتين مياد كو أركو دين دينتينا كلا أوي هل قراءة في تعاليمه دينتينا تعاليم تينا ما أغرسين أو مركا مياد كاشين وحيد كأولايا ما يسدكم عن جلائل الأعمال وكرائم الأخلاق أعماش ووين إي أخلاق دا كوة دا ونواناكسن وحيد كلي حنية مياد دينت إسلام كد عرقتين أو مركا فهجرتموه أدك هجرتين مركا يعني هو العليال ما من فضيلة فضيلة مجرته إلا حث على تخلق بها دينتين وحينا فضيئنا كأخلاق لغمه ما من فضيلة ما أجد وما من رذيلة إلا حذر يعني من قبحها وبين مجت وحمانة أو يعني هجره إلا دينتين وحينا عبديسي فالحمديسة وبين سوء عاقبتها هي شيء حن الرذيلة وحكرت ما يوائنا عبديسي هذا بقى مياي سنهين دين تانو دين تي ربي سبحانه وتعالى نغردر دارمي مياي سنهين دين تي أنبيضو أي عرورتا أدر دارمين مياي سنهين دين تي ربي سبحانه وتعالى مؤمنين تا أدر دارمي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني عددك المؤمنين تاهو إلهي كبغى سبحانه وتعالى حق نما مد وغم ذي ربي وغبغى سبحانه وتعالى هانا قيريون إلا إذنك أوه ربي وهو قاسا ما هانا سوما مدي إبراهيم عليه السلام إيا النبي إسماعيل يغسق دعين يعني أولاد دودا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سوما دينتي نبي إبراهيم يا يعقوب يا عروت الأدر دارميين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة إسلامك وحوية إلهي أقول لي سجدني بالتوحيد يعني رب سبحانه وتعالى أو يعني كلي إلا وحيدا وهي هي والإنقياد الله بالطاعة ربي أوامرتي صلى الله عليه وسلم هي الخلوص من الشرك وأهلي هي إلا خالي النقضة شركك هي يعني عددك أنه شرك أنه خالي النقضة والدين تاسوي الدين تي ربي سبحانه وتعالى أنبياء أصدره والدين الأنبياء جميعنا ساسي فريسي وهي ربي سبحانه وتعالى واتو كشكينا من نوح في صورة يونس واتو له أمرت أن أكون من المسلمين وحالي فري إلى المسلمين تكم النقضة ولذلك أي ربي سبحانه وتعالى كشكي النبي موسى في سورة يونس مفتقر وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن فعليه توكلوا ما أجد إن كنتم مسلمين هدي آتك وربي أهل قاسمي قوم كيو ربي سبحانه وتعالى ترسارت وهدد الله رميسان وعلم مؤمنين أدتهين الله ترسارت ربي أهل قاسمي دين تاسيه الدين ترب سبحانه وتعالى دين الأنبياء والنوح عليه الصلاة والسلام يعني أوليمي دين تاوي ولا ريال سيادة ما شرع إسلام كإسلام وحالي هذا يعني معنى عام رواليه معنى خاص رواليه معنى عام كوحالي غولا وشرع أكسا ورب سبحانه وتعالى النبي للصدري موجودة يعني يتناول كل شريعة بعث الله بها النبي شرعك استوء على النبي الله صدري إسلام بالي لهذا محيّل اللفت يا مسلمين ترى وحويه تناولا يعني يتناول كل أمة متبعة للنبي من الأنبياء وأمتك استوء على النبي كم له نبي رب سبحانه وتعالى صدري انت أنه محمد الله صدر ولذلك أيها ولا ليال مرك النبي محمد الله صدري صلوات الله وسلامه عليه توحدت الديانات السماوية ديمي أردني هل مدبه مكان مقنيان أو دينة النبي محمد بها مدعين يسوي كل كاسي وحي دينة النبي محمد أي شمنسي عالم كوردن أما إنسي هم مغضو أما جني هم مغضو وحال لغودك ما يوا دينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام
بل يعني دين النبي محمد إلى آخر يعني دنيا يدعى خش قينيسا لما نبدل إياه لما ننسخ يدعى لقد غمية. ولذلك رب سبحانه وتعالى لا في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قفكي دونة دين إسلامك دين آلهين يعني الدينهان أدونة رب لا أقبل ما يري سبحانه وتعالى لا أقبل ما يري دغن كوكلي ما لا أقبل ما يري دينهان لا أقبل ما يري وهو في الآخرة من الخاسرين كدين إسلام كدين آلهين دين كدكتنا يعني آخرة هو خساري وكم النقر يقول يا رب سبحانه وتعالى موجودة دين تهورا ليرمك الشرع على إسلامك ودين يسرع إلهي سبحانه وتعالى ودين أفضدي أقاب أم مناسبة قفك مسلمك أولاد أغاق يسوي يعني رب إليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رب وحو إذن لدوني فضيت إلهي سبحانه وتعالى عليس إحر إذن لدوني معي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربكم أم الشقين أو كما كلف النف إلا وحي كان أود إذا ما أهل. رب سبحانه وتعالى وحليه فاتقوا الله ما استطعتم. رب أغبق يعني السداد أودان أنت تبرتي أنه أيتها رب أغبق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويري إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الأمر إذن فره وان امر اذن كوجهه امر كواحد كانت مادان انت تكاودان بولي رب سبحانه وتعالى. محايا للدين تان ودين يسر ودين السماحة وي رب سبحانه وتعالى السلاسة وطرة قليل قابك ربي وطرة قليل من كم عادة الدين تان الله ونعلى هذا الله ونغم الله عبادستو. ولذلك ايان نبو الحديث صحيحة وإمام أحمد كسر من حديث أبي أمام إليه بعثت بحنفية السمعة وعوي وحل إلى الصدري دينتي عنها يعنيها سماحة أهيد إيه توصميد إيه يعنيها أن قلق الله هي الشرك يعنيها تحريف ككمر ميد إيه يعنيها حنفية أهيد إيه فضيت كاتب إلى الصدري ونبي عليه الصلاة والسلام وفو الباء هدوء كنت أمنوا أيها دينتا تم وهو أركيا سنعيو إلى أحواش ضدك موجدة. إلهي سبحانه وتعالى الدين تاوعكو إلاني قف كاستاقاب وعنتنت وقودك ميكرو رب سبحانه وتعالى أسمي سوى رب إلانينا يا أحواش الضمرة محور رب سنعوي إليا رحمة بهم. إلهي نحرسوا الضميس ونحرسنا سبحانه وتعالى إيوة تخفيفا عليهم سوى رب الدين تأفض إلهي سبحانه وتعالى قف كاستاشئ حالات مناسبة أيها رب أسمي سبحانه وتعالى أنت صالك وصاقبته إلهي سبحانه وتعالى قفك مسافرك وحو أرسخيه إنه إسكافره يعني رمضان كمان إنت رمضان إسكافره أو عنه أو صاقضيه أيامك لاته يعني أيامها صو صوم كده أسهلي هاي موجودة سيدوك ربي سبحانه وتعالى وحو أرسخيه قفك مسافرك صلاةه إنه قابيه رباعيه وكدق اللبا اللبا كدقه وهو ابن رب سبحانه وتعالى انه صلاته جمعيه او ظهرك عصرك سوجيه او مغربك عشيه سوجيه موجوده او صلاه الصبح قالك اتكده ساس رب سبحانه وتعالى يعني اسهلي رب سبحانه وتعالى وعفد ذي قفك يعني تكناي حارد على حد حالتي قاب مناسب قاب عتنت رب سبحانه وتعالى يعني وعكو سقطت قفا خائف كأي بقية يعني معلو كبقية أما ديال كتر ربي سبحانه وتعالى وعفض أن يصلي على حسب حاله سيد حالده سأفرض ربي سبحانه وتعالى وفض أما يسوى يعني صعونا يهنغطه أما يسوى قادي صعودا قادي سرع النغطه أما يسوى قبلاد إيقه يهنغطه أما يسوى قبلاد أجهد يهنغطه ربي واتولها فإن خفتم فرجالا أو الركبان هذا قد بغلان أما إذن كو اللغينية أما إذن كو قاليد سارا أما إذن كو قبلة أجهد أما إذن كو قبلة أجهد سيدا إذن كفض أتكدو لي رب سبحانه وتعالى قفك مريدك يا حنون سلام أن يصلي على حسب استطاعته قاب يعني إساق أفضت أو كرأي رب سبحانه وتعالى أفضت أما قائمها آدو إساق كتكدو
أما قاعد هذا فديها كتو كذا أما دين عدين عاوتو كذا قاب يعني أما فديها كتو كذا إله سبحانه وتعالى أساس أسهل موجودة بل شرع هذا الوحي قاضي إن أي ذاتك أقبطه يعني قفك ينسيانك يوحيالها لغو خصمه ها شرع هذا نوقفك كما كلفين قفك هدو قفهان وحقدعه أما هلمان هانو قدعه أما الشيخ أبا الشيخ أبا الغدر قيه شرع هذا نوقفه ولذلك رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة كنت النامي ربنا لا تؤاخذنا إن نصينا أو أخطأنا ربي يوها الناقما هدي عن هلمان أم أنقفنا ما أجهد إلهي سبحانه وتعالى وإن قد جيه ونعمة من نعويك رب سبحانه دينتا إن أرح نقوي سيدو كلا تحديث طبران أورينا ابن حبان نحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الله سبحانه وتعالى وحاوكدجي أمضي إذا قفك وحي قفهان كغدعة إيا وحي هلمان كغدعة إيا وحا لغو خصب أيها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يدوكتي هنا أركانتي سواوين إيا رمضانك إيا يعني إيا عبادتك لأن وحا النسيان كغدعة قابك شرع هذا يعني أكبتي حديث صحيح هذا سوقفته من حديث أبو هريرة رضي الله عنه يعني من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ساس النبي عليه الصلاة والسلام يعني قفكه المامة إصرى صوما أو عبا صوم كسهرنا ما يسرته النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أنباقوديي سبحانه وتعالى أو ورابيي ما أجهد لين وقمني نسيان كوي سيدو كانت ولا ليال شرع عدن وحا أي نو شرعيي سي ضرورياتك إي حالها خطرتا يعني أحكام مناسبة بلو في رسادة قفك مضركها إي وحو علاء نيسا وحي لقع عاران تميي إي حلقة يعني وصل حالتا هين أيان لو بنيي ها ما هو محرم في غير حال الضرورة أيان لو بني قفك مضر يعني ها مضرها ولذلك أيام ميتدا يبختي إنه على الله أقلابي ها فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ساسر يا رب سبحانه وتعالى قفك الله بقليه يعني بختي يا ميت بختي إنه على أو أحكى لأن هيسا يصغن باغ يعني غير باغ يعني حد قدب أو إيمانين يا عدوان يا رب سبحانه وتعالى عنو ليه دش سنة إثم آن محاينا رب سبحانه وتعالى وألد مداف بضن أون حريص من رب سبحانه وتعالى هاي عيدك أنا تواتي في صورة ما إذن لم أعيد فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإذ فإن الله غفور رحيم هذا زور إلا معنته سيدو كريتو شرع عدن وحي أبا يعني أشرع يسقفك مسلم كا إذا عدم الماء قلت بيها وايو أبدا أكبغ إنو بيادو استعمال إنو الدباط يضرع كسو قاران أن يتيمم إنو كتيمم التراب عيد إنو كتيمم صدو أو مركا وجه إيو قعمها أكما صحو بلو في سهد بوسكي بيهنا مركا أو تيممك أقرب ساسي رب شرع عدن أسعال أتهي أفضل رب سبحانه وتعالى في سورة النساء كنت النامي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا ها هدي أنا أد مسافر تهين أما أد هدي أتيك وحنوسا أما مسافر أكدو سجنتي سفر كدو سجنتين أما متكين أو يعني كرته أما حاسسك إن أب جماعة دان أو مركا بيأد ويدان بني ربي سبحانه وتعالى يعني أقست عيد يعني تراب يعني طيب أو طاهرة كنت يموم بني ربي سبحانه وتعالى قلك فامسحوا بوجوهكم وجيدينكم صحة إيا وأيديكم كعمهنكم صح ساسر يا ربي سبحانه وتعالى إن الله كان عفوا غفورا رب سبحانه وتعالى وألا عفوي بدن أو رب سبحانه وتعالى دم الأفضل ويا رب سبحانه وتعالى أدوما ديس عفية وي إلهي ساسو دين تانو يعني هنو قسالي ولا ليال
ولذلك الأركيسان إلهي مركو شرعي جهاد كفي سبيل الله أو إنه غلدي الرجال دي حوراي النفط بق إلهي سبحانه وتعالى ضد كمركو سدع ورخ طالي أو مرتع دول الجيب هذا لما عدارك ربي سبحانه وحو إلى لي ضد كي حال الضوضو ربي سبحانه وتعالى إلى لي ضد كوحا كملة كوعا أود أولهي إلي جهادان أو ربي سبحانه وتعالى أما جسميا يعني أنو جهادي كرين أما حوراي عن هيسا إلهي سبحانه وتعالى كوعا كفو ذي ربي وطولهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إلهي سبحانه وتعالى وعليه قوة ضعفاء بشرة معهان ها أي يعني هي قوة حنوصا أي على عذارتا هي قوة وحي بحيان أن هلين أو أن فقيان حرج يدم بشرة معهان شرد قوامهاي إذا نصحوا لله والرسول هذا الله يا رسول كيسا النصحية أو أي كرنو الشيقة أو دين ربي سبحانه وتعالى كتوصان إلهي سبحانه وتعالى وكدجيه ما على المحسنين من سبيل يعني المحسنين تكو إحسان كبضر أهل إحسان كدش هذا وضل وعنا أنت معها نبري ربي سبحانه وتعالى والله غفور رحيم ربي سبحانه وتعالى على وزن فعول على وزن فعيل بلغ عبر يعني وقال الدم الداف بضن وصيغة مبالغة لبضوة إلهي وقال الدم الداف بضن مركة الدم الأسوة النقضة إلهي سبحانه وتعالى وقال الدم الدافة وقال أن حريص بضن ربي سبحانه وتعالى الدم الأسوة أن حريص تاوي كل تكتصاليك أين سيولا ليال وحي موتين أيام سيدة الدين تينو السماحة أولادها سيدة الدين تينو أي فضو الدهي يا سيدة الدين تينو أي يسر أطهي أي أتنامي سام وحا تصالى انت أي نوردر وأن يكدر يا ولا ليال شريعة أنه يعني وحي حرمتي غلوي في الدين دينك إن وحد قدبه وأي ممنوعضي يعني دينتا إن وحد قدبه وحي كهر مانيسا سماحة دينتا إيا فضيتك إيا يعني دينتي سماحة دي بي كهر مانيسا إيا يعني نبي عليه الصلاة والسلام وحاو كنهي إنسان كنو نفتي عبادة كدبه ما أجده وحاو نبي مبلي يعني كبوري إن اقتصاد عبادة الله يعني هذا حيسته ولذلك إمام مسلم ورنا يا سعيد كورنا يا يعني حديث صحيح هلك المتنطعون كوا يعني وين هلك سام متنطعون يعني أن متشددون وكوا دينت إسقاط كنا كوا وين هلك سام النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود سيد عبد الله أيها إمام البخاري رحمه الله حديث كذا سيد حديث نن إيه يعني قرق النبي قت عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أزواج النبي يوم ودينا النبي عباد النساء كل كل وشيء أي تقالوها يا ريستان قال قاسم يدعو إلى أين نحن من النبي حجنا النبي كتاجناه يعني صلوات الله وسلامه عليه قفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ذنوبتي سهر يكون دموار ضعفي قال قاسم يدعو إلى أما أنا فإني أصلي الليل أبدا أنا هم يكونوا تكلم يا بام يدير متكلم وحي إلى يعني أنا أصوم النهار أنا ما ننتظر وأن سامي ولا أفطر أفر معي مثل أوحى أوهيري أنا أعتسل النساء أنا أولاك أنكفق أنا يا يوم فلا أتزوج أبدا ولا يقول سن معي مروف في صلاة صدع دوا صدع عبادة مهمة أيها ربي اسقعت كي كل كاساء فجاء رسول الله سكى الأيال أوهيري أنتم الذين قلتم كذا وكذا ورمايدين كاسدا اي سدا يري اما والله الله كدارتي اني اني ونبي محمد لا اخشاكم لله اني الله رب سبحانه وتعالى اني كخشيه بدن واتقاكم له اني اني كعبسي بدن لكني اصوم وافطر واقوم وارقد اني اقول لكن وارسوم يا وان افر يا يو وان استاغ يا ساتلين وان تكنيا وان سيحريا وأتزوج النساء هو إن كانوا نقول سنيا إيه فمن رقب عن سنتي قفك السنة إذا معا فليس مني أنا إقامد معه يا نبي عليه الصلاة والسلام ساس النبي قلنا نقول سنيا إنا يعني الدين تتهي وسط بين الإفراد والتفريد يعني إنا الدين تلقون حد قد من لقون تساهل ساس النبي عليه الصلاة والسلام لا قلوة ولا تساهل يعني
ولوين مجرى تساهل مجرى شرع على وين شرع على النبي محمد إن عليه صلوات الله وسلام عليه وأنا الدين تلر وقف والبائن وبرته والدين تكوه إليس ولا ليال هداد أفرزت شرع علينا وألف أركان تفيرس أركان إسلامك قاب كأسورة تمنتهي يقاب كأن سبحانه وتعالى منافع ذا أقول لك والله إلهي سبحانه وتعالى نمعناس ونردك يا ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأطمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بل نمعنا أوفي الصلاة برغنك كوان سوقوا شهادتان كأه يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله محوكة تغيير رغمي قاسي وحوكة تغيير الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة إن إله العبادة كله الله برحتره الله خالصيره إيه وتجريد متابعة للنبي نبي إن متابعة الله برحتره ما أجد كلك فمن قام به حق يعني ركن قفك يعني حق القيام ورسوا بماذا قفك سي أو يعني رب عبادة برحتره رسولك أننا متابعة يعني برحتره هي قف كاسي استحق السعادة في الدنيا والآخرة سعادة هدي جرت الدنيا الجودة هذا إيه آخرة قف كاسك عن تقولي أما الدنيا المية وحك رب حيا من ملة كفر إلى ملة إسلام يعني قال نمر دينك قال نمر وحك رب حيا دينك إسلام كانوا يقول يا لا إله إلا الله مركو قبصنا وأن محمد رسول الله ما أشهد وحاو إلى شما يديك جيسي ولذلك النبي حديث صحيحة ومن حديث ابن عمر أبو خالد مسلم صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحاو لي فرضتك إن الله تقال له إلا لا إله إلا الله أي كقران هذا إرادان وإقبت بادين دي قودي حول هذا إلا حق إسلام كما رأى حق إسلام هذا كو حد قدبان هذا هو حدود دي بارغة قبانا يا مركا وحدود دي بارغة سمين إياه ولذلك حديث كان النبي بخاري مسلم قصة عروري ومن حديث عباد المسامي لها وتنبي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قفك لا إله إلا الله إلا حق لغا عبدا كون كمتر إلا ألم ما هاره أو كجنا وح الله كسرهري أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله جنده قلنا يا وح كسر عمل وقده سناده رب سبحانه وتعالى كو ورب سبحان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نبي قال الراعى يغيك البدع المضلة بدعوك وحمية كابد بعد نساء وتحصل به على محبة الله لك الله إنه كتش على هذا قلتنا نبي محمد جعنا راعتان كيسا آيات كه ليسا إيو مغفرته لذنوبك الله إنه الذنوب تهذا كونه نبي محمد جعين كيسا راعتان كيسا كه ليسا ولذلك يا ربي لا في صورة آل عمران قل نبي محمد وعد كتر إن كنتم تحبون الله هداد ألج عشي سبحانه وتعالى فاتبعوني ألي نبي محمد إصرع مع الله يا يحببكم الله الله إذن شعلانا ويغفر لكم ذنوبكم الله ذنوب تنون أفيا سبحانه وتعالى ألف إلى ذلك رب سبحانه وتعالى في سورة النساء ليه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله أفكي الله رسولك أن لا أطيعه الله سبحانه وتعالى وأطيعي مركة فاتباعه صلى الله عليه وسلم هو وحي المعنى لم يتعي من معنى الشهادة له بالرسالة رسولك الله الشهادة غمر خاتك علي رسالة إلى نسر ديبي أي معنى هذا تحيوه ركني الله بعد سوقه وأه الصلاة وهو إقامة الصلاة بل في السماء شرع هذا السنة أوليه شيء إيما فعل جمع إيما الصلاة وين دحي الله والصلة بين العبد وبين ربه أدل إلهي سبحانه وتعالى عراقة إذن عيسى ولا قد وحكو حرية الصلاة دوي يا أخي يا أختي محايا لأدونك مركو يعني صلاة لي ماذا إلهي وحر لي يا شيء صلاة يتقرب بها إليه الله يقول نوانا يا سبحانه وتعالى ويرفع فيها إليه حوائج صلاة قدها يا أدونك الله دانها وكلا يا حوائج سأقوبا لقنا يا سبحانه وتعالى بل صلاة أدونك صلاة داهرة يا دروبتي سيئات كيسة
salaadu waxay yacna shamlinaysaa ama ay kulansanaysaa cibaadaadka oo dhan, ama qawli ha noqoto ama mid ficiliya ha noqoto, cibaadaadka yacna qalbiga iyo cibaadaadka jawaarixda ayay kulansanaysaa. Mana jiro yacnaha yacnaha wax nooco salaada ka soo haray oo sidaa u kulmin kara ma jiro wey. Waxay salaadu walaal cawn iyo kaalmo u tahay kolkay dhibaato ku haysato, kolka sucubaatu lxayaa ay kugu adkaato salaada loo cararaa. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wastaciinuu bisabri wasalaa, kaalmaysta sabriga iyo salaada fii suurati lbaqara. Mar kale aayad kale waatu rabbi ku lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa iimaanka lahow istaciinuu bisabri wasalaa, kaalmaysa salaada iyo sabarka buu leeyay rabbi subxaanahu watacaala. Ina allaha maca asaabiriin, ilaahay wuxuu maciisa yahay kuwa saabiriinta. Bitta'yiidi iyo wannasri ayuu rabbi subxaanahu watacaala, iyo maciya khaasa ayuu rabbi kula macooda yahay wey. addoonka haddii uu murug ku timaado ama amar uu dhibo, salaada xaggeedu aada, maxaa yeele tumaaniinatu lqalbi buu ka helayaa, ruuxaaniye ayuu ka helayaa, ka kaxaynaysa wax alla wuxuu dareemayay salaaduu ka helayaa wey. salaadu sidoo kaleta walaalayaal waxay hagaajinaysaa qofka akhlaaqiyaadkiisa, ayay hagaajinaysaa, khayr bayna u kaxaynaysaa wax alla wixii liito qowl iyo ficilana waa ay ka kaxaynaysaa. walidaalika rabbi leeyahay ina asalaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar, salaadu waxay nahyinaysaa oo qofka kay nahyinaysaa munkarka iyo fuxushiga ayuu leeyay rabbi subxaanahu watacaala. waxay salaadu wadataa oo ay yacnaa xambaarsan tahay dikriga rabbi subxaanahu watacaala. yacnaa rabbi subxaanahu watacaala waatuu yidhi walaa dikru llaahi akbar, ilaahay dikrigiisa subxaanahu watacaala ayaa weyn. salaadu walaalayaal insaanka waxay baraysaa inuu sabarka barto marka ay dhibaato ku timaado, salaadu waxay faraysaa insaanka xilliga barwaaqadana inuu rabbi subxaanahu watacaala u shukriya ayay baraysaa weye. ina alinsaana khuliqa haluuca idaa massahu sharu jazuuca wa idaa massahu lkhayru manuuca ila almusalliin, saasuu leeyay rabbi subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye sidaasuu kunuustaasu salaadii dhex dhigay weye. salaadu walaalayaal waxa weeye rabbi subxaanahu watacaala ayaad la kowdaysaa, ilaahay subxaanahu watacaala ayaad la noolaanaysaa, ilaahay subxaanahu watacaala ayaad la munaajoonaysaa, rabbi subxaanahu watacaala ayaad amuurahaaga u bandhiganaysaa wey. rukniga saddexaadii waxa weeye waa rukniga huwa iitaau zakaa, zakada oo lala yimaado weeye. manaafic aad iyo aada u waaweyn baa ku jirta ruknigan oo waadix u ah dadka ay arki karaan. marka koowaad waxa weeye zakadu waa tadhiiru linnafsi min ashuxi waalbukhli, bukhliga iyo shuxliga ayaa nafta laga daahiraya. maxaa yeele waa labada cudur ee waaweyn ee ku dhaca weeye ee nafsiga ah. rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuuna, qofka laga daahiro laga nadiifiyey naftiisa bukhligeed iyo shuxeeda, kuwaas waa kuwa liibaanooya rabbi subxaanahu watacaala. wanaagna ma aha, wax fiicanna maaha qofka inuu bukhliga iyo yacnaha xirsiga xoolaha ku dadaalaya inuu moodo inay u khayran tahay. rabbi subxaanahu watacaala waatu fii suurati alcimraan ku lahaa walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allaahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama, yaysan moodin kuwa ku bakhiilaya waxa rabbi subxaanahu watacaala uu siiyo oo fadli ah inuu u khayroon yahay, bal waa u shar badan yahay buleyay rabbi subxaanahu watacaala. waxaana loo qoorqoorayn doonaa oo loo gelin doonaa qoorta maalinta yowma alqiyaama waxa ay ku bakhiileen buleyay rabbi subxaanahu watacaala. yacnaa walaalayaal manaaficda ku jira yacni iitaau zakaa waxaa ka mid ah tanmiyatu lilmaal, xoolihii bay korisaa iyo barakana waa ay ku siyaadisaa, xoolihii barakaa ku kodha. waana meesha luqa ahaan iyo macno ahaan kelimada zakaa ay muujiso annamaa wa ziyaada wey. walidaalika xoolihii bay ziyaadinaysaa, waana barakaynaysaa. waxaana noo tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu leeyahay isagoo rabbi nebigu noo sheegaya oo noogu tilmaamaya
ما نقص مال من صدقة. وحديث كي عبد الرحمن بن عوف طبراني في الأوسط كسا أروري يعني محوها بزار كسا أروري طبراني في الأوسط وحديث كي أم السلمة حديث كي عبد الرحمن بن عوف صدقة صحيح مسلم كسا أروري سوى من حديث أبي هريرة ونبقى طولها ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه إله سبحانه وتعالى أحكامك يفوائد النعمك قرآنك النبي عليه الصلاة والسلام أي دين تنحي الله ولذلك يعني الزكاة وحيالها ركن كان منافع حتى لو حكمت إحسان إلى الفقراء تدك الفقراء الله إحسان سميه محايل وتكافل اجتماعي كجرة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بولي رب سبحانه وتعالى كقد حوله هذا صدقه أتكو طهيريسد أو أتكو يعني نفوس طولة يعني وحوي أتكو طهيريسد كقد بولي رب سبحانه وتعالى ها فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير بولي رب سبحانه وتعالى يعني مثل قرابة أصاحبك سي حق سي مساكين تحقه هذا سي يوقفك جدك أصاحبك ابن السبيلك محايا لي وإعانة الغارمين وي إسعاف ابن السبيل المنقطع كوا يعناها حوليه ككلب سات ككلب قاي أهل السبيل كأ يدتك لباتيسا أي زكري وحنفع يساوي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ورب الله سبحانه وتعالى فكوني كأفراد وحوي السماحة الدين هي دينتا إن يسرتا كم وقنيسو وحوي والصيام كوي صيامكم منافع فوائد بدن بعد حتى لو حكمنا تقديم طاعة الله سبحانه وتعالى على طاعة النفس والهوى إن إله طاعة سلقه هرمريه سبحانه وتعالى طاعة النفط إيهوى محايا لي رمضانكو أما صومكو وحاقو يعنها كتصينيا إنو قفكو أمرك رب سبحانه وتعالى أوقاته أو شهواتك سأكتغو إيه وحا النفط سأيج عشا وحاكرا تكمد صومكو أما صيامكو قفكو وكتر بوبيا على الصبر إيه والتحمل إيه والجلد قفك إنو يعني أواد وياشو وقواد وياشو إنو تحمل لي ماذا محايا لوحا وكسبر إيه جوع إيه عدشك إيه شهواتك النفط سأباني إيه حاسك سيبو كسم رياوي سيدو كليتو يعني صيامكو نفتي بو هجاجين يايو وحكا هجاجين يا إنسانكو إنو هذا قف نامسن وان حد قدب لهين وشرع على إسلامك أوامرتي سكو دغمة محايا يلي إنو ضدك كلا تقلباء يكعني يا رمضانكو أما قولها كدبو أما فعلها كدبو يعني رمضانكو وأوديني محايا يلي إن قفك إنسانك إسائمك أو تناول ضدك غير كي أو قول كجار أما فعل كجار لما أقرى محايا يلي نمي مدي يحنتي يا قولك يا عابنتي يا تهمدي لما انت رمضانك وكما منعوي ولذلك واتي حديثك صحيحة انت انكره وحوي فإن صابه أحد فليقل إني صائم هذه قف يعني عايهي لذا أنا هو صومنا ما أجد سيامك وحكرته الله قال تذكير بنعمة الله على الصائم بما يسر له من الطعام والشراب يعني إنسانك إلا حسوسيه نمعوينك ألا سيي عنتانك إي عبتانك إي شرابك ألا أقول نمعيه قاجرة إيهون كان إنو كحسوسته أيها رب سبحانه وتعالى أغتل قلي أمرك أودريمه باهيدا إي حاجرة دادك كليتو يغو آن هيسن إي دروف تاس أو كليتو كجرة إي محتاجين تا إنو الله دريمه الله أغتل قلي وي سيامك ولا ليلوحوهي dadka ka sidaan sheegnay dadka fuqrada haajadooda iyo masaakiinta aan waxay cunaan aan helin inuu la xaalad noqdo ayaa lacala laga dareemayaa wad dhamaan amuraha soo dhan waxay muujinaysaa sida shariicadeenu ay anaha samxa u tahay iyo nimcooyinka iyo fadaaisha iyo raxmada iyo rabbi subxaanahu wa tacaala diinka ka nimcada kunuustu dhex dhiga way wahaakada waxa ugu filan yacnaha soomka in rabbi subxaanahu wa tacaala غاية يعني عبادة أو دن ومحي وتقوى إن لا غيره يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون ها لأجل تقوى ما رمضانك مركة سبب للتقوى الذي علق الله عليها كل خير ووصف أهلها بكل بر أيال لقيه لياوي وهكذا حجكين أساس وركنك الشناطة إلهي سبحانه وتعالى وحده لقي يعني ما أنت عرف جوكتيد هي مركة جمالاتك تورانيسيد هي سعيقي بين الصفا والمروة طوافك بيتك لدوافي يعني هذه لا يكون هي جمالاتك لتوراني هديقي دبحقي وحاصورن أو مناسك كل إلهي سبحانه ومنافع وحده لقي وهذه المدر لقرب استاغا وحديثة كسرة لغشك هي وقت بدل أي قادة نسو ولا ليال دين كان ودين سلا أولسا وإلهي سبحانه وتعالى وسلا أنه قلن معيه وإن كفى إذي سنة وإن هدي الله يكون رويها نبعوينك رب سبحانه وتعالى إن وقلي وإن يعنها أن كفى إذي سنة وإن دينك قلنا قلنا سمحنا دينة مركة معها ولا ليال يسرق دينة معها قفك إنه واجباتك رب سبحانه وتعالى أكتغه أو محارمته أولي ماذا أو دينته أكتا سهلا معه لا وحال لغوضا وحوهي إن أدونك عبادة عرس انتو كوريغو عبادة فضل أتغو يعني قفك مسافرك إنو صلاة تام كاهيد انتو كتغو صلاة وقصريو قفك يعني مسافرك سيامك إنو كتغ أياما قارك هذا مسافرك وياي أو أياما وكلا أسوع ليا لغوضا قفك إنو طهارة بيها أكوة سقادنا هي يعني وحوهي إنو انتو هدو كريوايو إلى طهارة بتراب أوريغا لغوضا إم عليه ما إسقاد الواجب معه أما يعني ارتكاب المحرمات معه أرنت النوع عاس آدي هذا اللي قد يكتون هذا قفك إنه واجباتك الشرعي ليه ماذا وأرب واجبوي إنه محرماتك كتغانا وأرب لقد البايوي قفك كعاجز الشيء واجب أو أن أود مع ذلك سوى قوان صدى سوى يعني أقو أنتهي إنه واجبك يروني ليه ماذا مركو عافمات خبا أجر بالك قريا فضل بوكوه ليا مركو عافمات قبل إنه ليه ماذا لكن مركو سنأود إلهي مصار سبحانه وتعالى تصالى بحنينا نبي عليه سا حديث قال سنو نالك صحيحها ودكته إنه تد عن واجبات قار كود الله إيمان كرن لكن قلبك إن يدا كليمي سدو رب سبحانه وتعالى أبا المرين أسيه إيان تصالين هنا حديث قال سنو نالك بخاري كسا أروري واتو النبي عليه سا إن بالمدينة أقواما مدينة ضد بقى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قطعتم واديا وادي ما أدقيسان ولا سرتم سيرا صعدنا مصعوتان إلا وهم معكم إلا وإذن الجران قالوا وهم بالمدينة ما يغم مدينة وبين الجران نبي وعليه نعم حبسهم العدر عدر دار بقى حبسوا النبي عليه الصلاة والسلام ساسك حديث جابر بن عبد الله اي سكن مسلم كسو اروري واتو النبي لقد خلفتم من المدينه رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا الا شركوكم في الاجر حبسهم المرض روايه ورته عذر متعذر كاس المرض هي روايه مسلم بها نوع حديث جابر بن عبد الله معنى يسر مركه وحا لغه ودا ادونك يعني معنيده ماها انه واجباتك كتغما إنه يعني محرمات كل أمها وحى الله جيدا إنه وحي رب سبحانه وتعالى يعني أشرعيه رقصات أو شرعات وقرير إنه قاته وحي رب سبحانه وتعالى أسهل إنه قاته ماشي الله قتل قلي إنه قسمه إنه قسمه إنه النبي عليه الصلاة والسلام وغضي إذا الله قتل قلي ساس وهي مركة شعائرته هي دينة رب سبحانه وتعالى الله إلى لنا يوي قفك مركة دعوتي أما دينتي سؤال ضعيفتي أو تقوتي سؤال ضعيفتي أو قلبي ضعيفي أيوم بقى وحكوها رأي سو كوريكتا دينته ويسر سو تساهل قصة ما ينعي إلهي سبحانه وتعالى وإن تقوتي سنلويناتا رب ويأتولها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعني رب سبحانه وتعالى تلك الشريعة يعني دينتي إلى لنا هي أو شعائر رب سبحانه وتعالى وينين هي أرنك سوحي موجودة إنسا تقوى حق قلوبتك آتوي يعني قفك ظاهر كيس أوفس هذا بادن كيسنا وأوفس هذا صلاح الباطن وحاو كحري هاي صلاح الظاهر ظاهر كأنه يعني وهيك سنادو ولذلك تقوى أصل كيدو قلبك قلبك هدو هكذا جوارح ذنو وهكذا سواء النبي عليه الصلاة والسلام
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. جرك واحد عدس أعطي حمن بوجه النبي قو هذي حمن كهجاجنا جرك نوى هجاجيا هذو حمن كحمادنا وحمانا يا ضمان جرك أودن ورهوي وقلب بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح قلوبنا إله قلوب تيد هجاجي وثبت على الحق حقا إله نغسق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت وهاب. إنك أنت وهاب إله قلبي غيّق مركز هجاج سكدم إله وهقلوعن أو دين تهكها قلوعن إله يو أكثر رحمة نغهب إله يو أريع يا وهابة إله سبحانه وتعالى هينه بركيه موضوع أنكسو هذا اللي سماحة الدين ينمعوك رب سبحانه دين تنحدي إلهي سبحانه وتعالى هينو بركيه وكو فائد كفائد يسته وماشي رب سبحانه وتعالى ودقي دقة وماشي رب سبحانه وتعالى وكدقينا كدكتون هذا وماشي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو جوجيين قبصلا وماشي كدقي كدكتون هذا إلهي سبحانه وتعالى هينو قردقه إلهي سبحانه وتعالى كو جد كيسا يا طريق كيسا يا دين تيسا كفانا أو قبصلا أو يعني سيد حليل كان يعني أفعاشينا يدغن كينا إن يعني الدين تي رب سبحانه وتعالى إن يهلين يسو دغن كي كهلين يسو إلهي سبحانه وتعالى قاب وقلت لقلين الله قدغ من دين تي أما قاب يعني تساهل أهم نقضو أما قاب يعني كحاد قدو أهم نقضو لبدا بو إن كدقيا دين تي نوا دين يسرع ودين فضط ودين إلهي سبحانه وتعالى سمحه وتلقلي ودين حارد والباء إنسانه كده حجره أما كده حسوية أم مناسبة لصعونه يسوية سداسا ورالي إذن دان ميا نفسي دي نفتينا إلهي سبحانه وتعالى ها إذن بركيه كوي وحان شيخنا كفا إذيسته إلهي سبحانه وتعالى هنغدقه وجزاكم الله خيرا.